هلا انا نايطة؟ ايه نايطة وقليلة مروة كمان. انا قليلة مروة؟ ايه ماشي انا بورجيكي. شبكن صواتكن طالعة؟ ولك ما بترككن شوي الا بتتخانقوا؟ ابوكن مكسور وقاعد بالبيت حرام عليكم. يا مو هي اللي عم تغلط بحقي. يا مو بنتك فتحية نايطة وبالغصب لتساعدني، قال شو؟ مو عاجبها الشغل بالتطريز. يا مو والله هالشغل ما عم يجيب همه، يعني تعب 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 على الفاضي، يعني ما في شيء بالبيت كمان وبعدين. معكن حق يا بنات، الحالة ضاقت بعد ما انكسر ابوكن والمصروف كبير، ويمكن ابوكن ما عاد يقدر يشتغل بكار الطينة بعد ما ينجبر كسره. ايه وابي كمان بده غيزة مشان يجبر كسره. ايه والله مشان هيك انا عم فكر لاقي شغل تاني. شغل شو يا مو؟ ما عليكن مني، انتو بتشتغلوا بتطريز العبي بالبيت وانا بلاقي شغل تاني برات البيت. يا مو طيب نحن ليش لنعيش هيك عيشة؟ اذا خالي ابو عرب حالته منيحة ومعه مصاري. والله مزبوط عم تحكي فتحية، يعني خالي لا بيسأل عنا ولا بيدوس بيتنا حتى لا هو ولا عيلته. خالك عمي عيونه المصاري وشوفت الحال، وهو شايفنا مو من مقامه. أصلاً من أول ما تجوزت أبوكي كان مو موافق لأنه أبوكي بيشتغل بكار الطينة. ليش يامو الطيان يعني عيب؟ لا يامو كار الطينة بيشرف، أبوكن عم يجيب ماله من تعبه وعرق جبينه، وأبوكن هو أشرف إنسان بالدنيا، بس خالكن هو اللي مو مقدر هالشي. طولي بالك يامو، نحن ما عاد بدنا شي من خالي أبداً، نحن رح نشتغل أنا وأختي لحتى هيك يشفى أبي إن شاء الله يا رب. هي أمي نحن معك وما بدنا منه شي، من نيته على حاله هو وماله. لك يا جماعة الخير والله مالي عرفان شو بدي لكم. يا أخي أنا زلمة عم بلعب بالمصاري لك ما عم بعرف منين عم تجيني المصاري. لك بمسك التراب بإيدي بصير دار. لك شو بدي أحكي لكم؟ يعني اشتريت 3 دكاكين بحارة الجورة، وغير هيك اشتريت حمام. لك واشتريت لكم بستان بيطير العاب، بيطيروا للعاد، شو بتحبوا شو بتشتهوا بتلاقوا فيه. الله كريم عمي، الله كريم، رزقكم في السماء وما توعدون. انت الله بيحبك مرضي الوالدين. لك الله يزيدك من نعيم ولك عمي. ايه لك شو بعدين ابو رشدي، انا زلمه بعجبه، يعني لما بدي اشتغل الشغله بجيبها من تم السبع. لك شو بعثت لي خبر سعاد خانم انه في عندها عزيمه غدا كثير كبيره وبده يجي عليها ناس كثير اكابر. ايوه وانا شو دوري بالقصه؟ طلبت مني جيب وحده تساعدني معي بالشغل وبتعطيها اجره مدلله. ايه ليش لا؟ كتر خيرك. يعني اتفقنا؟ ايه ان شاء الله اتفقنا. ايه منيح يا كان، يلا انا بخاطرك. كتر خيرك يا فهميه، كتر خيرك، الحمد لله رب العالمين، الله يخلي لي اياك. يا حبيبه قلبي انت، انا بدي روح عن اذنك دوبي اشوف طلبات سعاد خانم. اشربي قهوه. ما بقدر بدي اشوف طلبات سعاد خانم من بكره، بدي اشوف شو بدها تجهز. يلا عن اذنك. الله معك، مع السلام. ولك يا باطل على الحكي، يا باطل على الحكي، ولك انا اختي عم تشتغل خدامه عند ابو رشدي. لك ليش؟ أنا أبو عرب كل الناس بتحلف باسمي صاحب المالكانات والعز والمصاري، أختي عم تشتغل خدامة. ليش ما جيتي لعندي وقلتي لي إنك بحاجة؟ ليش ما جيتي لعندي وقلتي لي إنك جوعانة وبدك مصاري؟ ولك شو؟ ليش ساكتة احكي؟ لك شو بدك يعني احكي؟ شو بدك يعني احكي؟ قاعد عم تتفاخر وتتباهى قدام العالم بأملاكك ومصاريك، تارك أختك تشتغل خدامة ببيوت الناس. ولك يا عيب الشوم عليك، عندي بنتين صبايا ميتين من الجوع وجوزي ملقوح بالفرشة. ولك شو بدك يعني أعمل؟ شو بدك يعني أعمل؟ بس أنت بتعرفي أنه أنا من زمان ما بتعاطى مع جوزك. أنا بعرفك منيح، أنت ما بتحب إلا مصاريك وبس. بس شو بدي لك، يا حيف عليك يا أخي، يا حيف عليك، يا حيف عليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. مضطرة يا أخي، مضطرة. جوزي مكسور وملقوح بالفرشة وما عندنا سند نسند عليه. نحن حريمات يا أخي، حريمات. ولك أنت شو عم تحكي يا؟ ولك أنا وين رحت؟ ليش ما جيتي قلتي لي إنه جوزك مرضى؟ ما كنت وقفت معكم؟ لأنك بتستعر من كارو لجوزي،
وجوزي إذا ما اشتغل وصرف علينا إحنا بنموت من الجوع. حول ولا قوة إلا بالله. بتقومي بتروحي بتشتغلي خدامة عند العالة ولك ساويتيني هالقدي قدام العقيد وكبارية الحارة لك أختي. كتر المصاري اللي بين إيديك هي اللي نستك أختك ونستك صلة الرحم.